أصيبت امرأة مسنة في مدينة تعز ليل أمس الأربعاء إثر استهدافها من قبل قناص ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتمركز في الأطراف الشرقية للمدينة. وقال شهود عيان لقناة يمن شباب إن المسنة كاتبة عبد القادر صالح البالغة من العمر 65 عاما والتي تسكن في حي صالة شرقي المدينة أصيبت في ساقها إثر استهدافها قنصة من قبل عناصر الميليشيا الحوثية. وتأتي إصابة كاتبة بعد أن استشهد طفل وأصيب آخر قبل يومين في حي عصيفرة شمال المدينة إثر استهدافهم من قبل قناص الميليشيا ضمن سلسلة الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون في تعز من قبل الميليشيا الحوثية منذ ما يزيد عن 5 أعوام. أصيب 5 مدنيين بينهم طفلة في قصف مدفعي وصاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية استهدف منازل السكان في عزلة قانية شمال محافظة البيضاء. وقال مصدر محلي ليمن شباب إن قذيفة سقطت على منزل وتسببت في إصابة 5 مدنيين بينهم طفلة ومسنتين في 75 و65 من أعمارهما. تعهدت السلطات في محافظة أرخبيل سقطرى بالضرب بيد من حديد في سبيل فرض النظام والقانون وتعزيز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة ومصالح الأمة والشعب. جاء هذا في بيان أكدت فيه تعرض المحافظ رمزي محروس لمحاولة اغتيال من قبل عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الانتقالي الإماراتي صباح الأربعاء وهو في طريقه إلى مقر عمله في مدينة حديبه. وقال البيان إن السلطات لن تسمح للخارجين عن القانون والجماعات المسلحة بفرض أجندتها ومشاريعها التخريبية مهما كان الثمن. توفيت امرأتان إحداهما حامل وأصيب آخرون في حريق شب بمنزلهما في مدينة المكلا بحضرموت. وقال مدير عام أمن حضرموت العميد منير التميمي إن الحريق شب في الطابق الثاني لعمارة يقطن فيها المواطن عبد المجيد الكثيري وذلك بسبب التماس كهربائي. وأضاف العميد التميمي في تصريح أن الضحيتين فارقتا الحياة بسبب الاختناق الناجم عن الحريق. حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أمس الأربعاء من مخاطر تعرض القطاع الصحي اليمني لكارثة كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا. وقال المركز إن اليمن مقبل على كارثة كبيرة ستتسبب في انهيار القطاع الصحي وتدهور الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد. وذكر المركز في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للصحة أن القطاع الصحي في اليمن فقد قرابة 70% من قدراته الضعيفة أصلاً، كما أنه تعرض لعملية تدمير حقيقية خلال سنوات الحرب القائمة. ونشد البيان المجتمع الدولي بضرورة إعطاء هذا القطاع الأولوية القصوى خاصة مع تزايد خطر احتمال انتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي سيجعل اليمن في كارثة أشد وطأة.